فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان في بلادنا قديما إذا حصل قحط أخذ أهل القرية خروفا وساروا به إلى خارج القرية على أشرافها وذبحوه، ويسمون ذلك تكرما وينادون الله بأن يغيثهم. هل هذا الفعل بدعة أم شركا؟ هذا من أعمال الجاهلية، هذول يأخذون خروف، لكن في من يأخذ جمل ولا بقرة أكبر من الخروف، يذهبون به على جبل ويذبحونه، يسمون هذا استغاثة استسقاء. هذا من الشرك بالله عز وجل والبدع المحدثة، لأنهم عبدوا الله بما لم يشرعه. ما شرع الله الاستسقاء بهذه الصفة، استسقاء صلاة ودعاء تضرع إلى الله عز وجل. نعم.